إن من الشعر لحكمة وإن من البيان لسحرة. نعم، في كثير من أبيات الشعر، في كثير من أقوال الشعراء فيها من الحكم الجميلة والمعاني الرائعة الرائقة، ما يحسن بالإنسان أن يحفظها، أن يستشهد بها، أن يعظ بها أحياناً، وأن يطبقها في الحياة، وأن يعيش تحت ظلالها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إن من الشعر لحكمة، وقال لي حسان بن ثابت رضي الله تعالى عنه وأرضاه: أهجهم وروح القدس معك. يقول هذا البيت الذي أحفظه فاحفظوه: وليس بنافع ضم الأيادي إذا لم تتحد معها القلوب. أعيده مرة ثانية: وليس بنافع ضم الأيادي إذا لم تتحد معها القلوب. هذا البيت يقول لنا المهم ليس هو اقتراب الأجساد. نعم، جيد أن تقترب الأجساد، المهم هو اقتراب القلوب. الله سبحانه وتعالى لما تحدث عن اليهود قال: تحسبهم جميعا لأنهم بجوار بعض وقلوبهم شتى. والنبي صلى الله عليه وسلم كان حريصا أشد الحرص، خاصة في وقت الصلاة، أن تجتمع الأجساد فتؤثر على القلوب. ولذلك قال: استووا ولا تختلفوا فتختلف قلوبكم. لا مانع من أن نفترق في أماكننا، أن نفترق في جنسياتنا، لا مانع، المهم أن قلوبنا مع بعض. النبي صلى الله عليه وسلم ماذا قال؟ مثل ماذا؟ مثل من يسكن في الجزيرة العربية، مثل من يسكن في سوريا، مثل من يسكن في الفلبين، مثل من يسكن في المغرب من المسلمين. مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. يقول أحد السلف: إني لا أسمع بأخ لي في الإسلام مؤمن عامل باذل نقي صحيح القلب فأحبه وأنا لم ألتقي به أبدا. نعم، هكذا يجب أن يكون المسلمون، أن يكون المسلمون على قلب رجل واحد، أن يكونوا متكاتفين في قلوبهم وينعكس هذا التكاتف على واقعهم. وليس بنافع ضم الأيادي إذا لم تتحد معها القلوب. هنا يمكن أن أقول: لا مانع من أن تقل اجتماعات الدول العربية والدول الإسلامية، المهم أن تكون قلوبهم صافية، أن تكون قلوبهم متعاونة. العدو يدري أحياناً أن اجتماعات المسلمين إنما هي اجتماعات أجساد وليست اجتماعات قلوب، ولذلك استطاع العدو أن يبث الفرقة بيننا واستخدم معنا فرق تسد. يجب أن تجتمع القلوب، ولا يجمع القلوب على قول واحد وعلى طريقة واحدة وعلى أرضية واحدة إلا كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هي دعوة إلى أن تجتمع القلوب وتتآلف النفوس وتتعانق الأرواح، والأرواح جنود مجندة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما تعارف منها ائتلف وما تناكر منها اختلف. لا تنسوا: وليس بنافع ضم الأيادي إذا لم تتحد معها القلوب.